السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2022 2023 في مصر، وبتبدأ من 31,000 جنيه. تحدث الدكتور محمد شعيرة منسق الجامعات الأهلية عن بدء الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو للعام 2022، مؤكدا أن ثبات شروط القبول منذ العام الماضي. وقال الدكتور محمد شعيرة في تصريحات لمصراوي أن الشروط المعلنة للقبول في الجامعات الأهلية ثابتة ولم تتغير، وأن قبول الطالب لا يعتمد على مجموعه في الثانوية العامة فقط، موضحا أن الشروط تختلف قليلا من جامعة لأخرى. وأوضح المنسق العام للجامعات الأهلية أن مصاريف الجامعات الأهلية أيضا ثابتة، لا تغيير فيها عن العام الماضي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.